سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي خير وفيه دخن، سيأتي على الناس خير وشر وخير فيه دخن، وهذا الدخن هو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وأن من أجابهم إلى ما يدعون إليه فقد أجابهم إلى النار. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه بما فيه سلامته من هذه الدعوات التي تؤدي إلى النار، فأخبره أن السلامة بلزوم جماعة المسلمين وهم أهل الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم، وهم أهل السنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهاجهم، وإمامهم وهو ولي الأمر المسلم الذي استتب له الأمر وانعقدت بيعته. فهذا الحديث العظيم فيه التخويف من علماء البدعة الذين وضع الله شأنهم ووضعوا من أعين أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء يدعونك إلى البدعة، والبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن دعاك إلى خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دعاك إلى النار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس ليطاع، قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، فكل من دعاك إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دعاك إلى الضلال وإلى ما فيه ندامتك وخسارتك يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فالزم السنة والجماعة، فالزم السنة والجماعة، والزم ما عليه أهل السنة من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والمنهاج السليم، والزم إمام المسلمين بطاعته في غير معصية الله، والحذر من الخروج عليه أو التسبب في ذلك. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه فائدة للمسلم أن يخاف على نفسه من الزيغ، فإن حذيفة رضي الله عنه خاف على نفسه، ولهذا قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهو أحد الصحابة الأجلاء الكرام الذين رفع الله قدرهم، خاف على نفسه من الشر. فأنت أيها المسلم عليك أن تخاف على نفسك من الشر ومن الزيغ، وعليك أن تلزم تلك الوصية التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بها، أن تلزم أهل الاعتقاد الصحيح. وكيف لك أن تلزم أهل الاعتقاد الصحيح إلا بالعلم النافع؟ لولا فإن استمر الجاهل على ما هو عليه من الجهل فإنه قد تلتبس عليه الطرق ويظن أن صاحب تلك الدعوات وأهلها من أهل الضلال أنهم يدعونه إلى الخير، فإنهم يلبسون على الناس ويظهرون الخير الشر بصورة الخير. فإن لم تتعلم ما به سلامتك ونجاتك، وتتعلم ما به عصمتك من الانجراف خلف أولئك الضلال ممن يدعونك إلى النار، فإنك تجيبهم وتسلك سبيلهم وتظن أنك على الصراط المستقيم.